هو المشروع كله سلبيات لانه معناها مش نوضحوا كيقولوا كله سلبيات كيفيه صياغه المشروع والشوائب اللي تشوبوا مش معناها الاوقاف الخاصه في نظري لا فايده في وجودها اطلاقا لانه التغييرات اللي قاعدين يقدموا فيهم اللي هما معناها قاموا باقامه المشروع يقولوا ثم تكافل وثم منفعه عامه نفع عام في الوقت العام صحيح ثم تنجم تكون منفعه عامه يا عزيزه عثمانه مستشفى عزيزه عثمانه من وقف عام وانما الوقف الخاص هو اللي فيه نفع بل فيه خطر تبييض اموال فيه خطر ضبابيه كبيره للاموال كيف تاتي وكيف تصرف واحنا عندنا معناها في مثال جمعيات اللي وقع انشاها بعد الثوره جمعيه من جمعيات في صفاقس ما ذكرش اسمها في الصحف يقولوا اللي لقاو بعد بضعه اشهر او سنه بركة يلقاو عندها فوق المليار في الحساب منين جاي هو حتى في القوانين توا في القوانين اللي عندنا والمراقبه الدقيقه التوا معناها جمعيات وحتى احزاب ماهيش قاعده ما عطاتش منين جاو الموارد نتاعها تعرف معناها هو قانون تبييض الاموال لانه لابد من معرفه منين جاء المال في بلاد كما سويسرا يقال لي انت كان يلقاوك عندك مبلغ نقد عين كوارت في يدك اكثر من مبلغ معين يمشي في الصندوق على خاطر منين جاي على خاطر في البلدان الغربيه بصفه عامه يتعاملوا بالبطاقه تاع بنكير ولا بال يحيلوا بارفيرمون ما يقعدوش يحوسوا الفلوس هكا معناها نقدا خاطر كي تلقى الفلوس نقدا والفليجات اللي نسمعوا عليها ساعه ساعه معناها ثم الاصل ماهوش واضح وماهوش شفاف وماهوش مشروع بالنسبة للقانون هذه أولا معناها مش نزيد نفند حاجة على خاطر كذلك وهذا نعتبره معناها من منتهى سوء النية اللي يقدموا اللي يقولوا معناها وضعي ومريدي ومحبي المشروع يقولوا اللي ضد الأوقاف فهو ضد الإسلام حاجة الإسلام ويقولوا اللي هو الأوقاف وقع تنحتها على خاطر هي عندها طبع اسلامي وبرقيبة الله يرحمه وينعمه هو اللي نحاها على خاطر يعادي الاسلام وقع الغاء قانون الاحباس في عام بعد الاستقلال مباشرة بعد الاستقلال مش على خاطر هو قانون اسلامي على خاطر ماهوش الاحباس ماهيش اختراعها الاسلام خلافا لما يقال موجودة كانت قبل في مصر القديمة في اليونان الرومان عندهم ماشي وكما قلت لك ماشي حاجه خايبه بالنسبه للوقف العام مره اخرى الوقف الخاص نزيد نكرر اللي فيه برشا اخطار اللي تنجم تهدد المجتمع نتاعنا واللي ما فيهاش نفع للمجتمع ككامل معناها للعموم الناس هل اوقاف هذوما حتى المبررات العلنيه يقول لك مش تعاون الدوله في النمو ومش تعاون الدوله معناها ما تنجمش معناها تولي تفرغ الدولة تولي تضعف الدولة على خاطر هاو في البلدان العالم الأخرى موجودة في الغرب موجودة ولكن كل حاجة كل دار فكرها كي أنت تقولي الأوقاف هي مش تعاون الدولة وتولي البنية التحتية والمستشفيات معناها عندك حاجتين أول حاجة تغير نمط الدولة تولي الدولة ما عادش مطالبة هي مش تقول عليها شبه المعفية من توفير الأمور الأساسية خاطر هي دولة من المفروض عندها أنت كمواطن وأنا كمواطنة معناها عندنا حق مش نطالبوها بالصحة حقنا بالصحة مش توفرنا ظروف الصحة ظروف التعلم ظروف البيئية جيدة كي أنت تولي أنت معناها حتى معناها من ناحية الكرامة تاع المواطن اللي ثورة دارت قامت على الكرامة تعود أنت تمشي المستشفى عمومي ولو كان المستشفى العمومي يخل بواجبه وتنجم تشكي بيه وتطالب وراسك مرفوع تولي تمشي بالذل على خاطر زايد ولا عمرك تكرم عليك
مش عطاك كل حاجه. ثم فرق بعيد يس ما بين حق وما بين صدقه. هي ال ال الأوقاف المبدأ بتاعه هي المنفعة صدقة. هو توا المشروع الحالي لوزارة الشؤون الدينية للحكومة الحالية، حتى وزارة الشؤون الدينية ماهيش تخدم وحدها منعزلة، هي تخدم في إطار معناها ثم مجلس وزراء ثم توجه بتاع. هي أسلمت أو أخوانت المجتمع على خاطر توا قانون الأوقاف هو داخل في حلقة ثم لجنة خاصة مجهولة اللي متفرع عليها عدد لجان فرعية تاع الصكوك الإسلامية، تاع الاستثمار الإسلامي، تاع الصيرفية والمالية الإسلامية إلى غير ذلك. احنا مرة أخرى لهم معناها الصيرفة الإسلامية تعلم وتدرس في الجامعات. احنا مانيش ضد، ما كانش المهبول اللي يقول ضد معناها، أما ضد اللي هو غامض. وكل قانون مهما يكون وخاصة لما ثم فلوس يلزم يكون من الدقة ومن الشفافية على أقصى درجة، والقانون هذا غير موجود. ثم حاجة أخرى، قاضي الأوقاف معناها كي ثم عدة المال عدة فصول، مثلا يقول لك المال لازم يكون جائز شرعا كذا، يلزم يكون مطابق لي الاستثمار في الصيغة الإسلامية، وانت حاجة مش موجودة. احنا انا محامي ومرأة قانون، احنا اللي نعانيه فيه ساعات من قوانين اللي فيها البعض من الغموض، فما بالك وقت القانون يبدأ الكل غامض معناها حاجة كمان هكا. ثم مش تزيد معناها بخلاف الامور هذية احداث امانة عامة ادارة اخرى، ادارة كاملة، هيكلة كاملة. احنا ناقصين، احنا موظفين في عدد الموظفين بتاعنا يمكن اكثر من بلاد اللي عندها 4 ولا 5 مرات ولا حتى 10 مرات عدد المواطنين. احداث ادارة اخرى لأمانة عامة للأوقاف اللي من بعد مش نعرف شنو هي صلاحياتها، خاطر قالوا معنا في القانون بيدو يقولوا في المشروع بامر. و الى جانب هذاك قاضي اوقاف معناها احنا قبل الاستقلال كان عندنا المحاكم الحبريه نتاع اليهود ومحاكم الاسلاميه نتاع المسلمين والحاكم نتاع الفرنساوي العقاريه وغيرها من اول والتجاريه. وكنا احنا في المحاكم الاسلاميه في الدريبه، اللي ما يحبش يحب يتفصل يقول لك لا انا مانيش مالكي، انا حانفي. علاش احنا عندنا في نقولوا التكع المذهب الحانفي؟ على خاطر المذاهب احنا في الاسلام عندنا عده مذاهب، وفي نفس المذهب فما افكار مختلفه. مالك وابو حنيفه ما عندهمش نفس الافكار في عده اشياء، وحتى نفس المذهب المالكي ولا في داخل المذهب الحنفي فما اراء مختلفه. معناها كي انت تمشي في حاجه اللي ماهوش مضبوط وماهوش ما ثم معناها شيء دقيق، هذاك يحل خطر كبير وللتعسف على الافراد وعلى المجموعه. قانون الاوقاف قلت لك مش يوليو ينحيو توحيد القضاء اللي عام في عام 57 وقع توحيد القضاء، على خاطر قاضي الاوقاف في كل محكمه الابتدائيه احنا نعانيو، احنا في المحاكم نعانيو، ويقولوا لك القضاة في ظروف العمل وفي النقص مش تزيدنا احنا معناها كارثه على كارثه. ثم انا القاضي منين مش تجيبه؟ قاضي هو في القانون يقول من درجه ثانيه، لازم يعرف في الشرع زاد مش نولي لنا نرجعوا للتخصص القضاء الشرعي زاد بخلاف الواحد. ثم انه هذا القانون نتاع المشروع القانون نتاع الاوقاف يتدخل يشير الى قوانين اخرى، معناها مش يمس المنظومه القانونيه نتاعنا، خاطر يقول لك اللي متخالف يخالف القانون هذا يلغى، معناها فيه خطر على المجتمع وعلى المنظومه القانونيه.